صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع تكملة اختبارات العام الماضي 2020 واللي بنكملها النهاردة إن شاء الله مع محافظة الإسماعيلية. تعال نشوف يلا أول سؤال. سؤال الديالوج بيقول لي finish the following dialogue. سألوا أنا many are talking about their summer holiday. بيقول لي إن سألوا أماني بيتكلموا عن أجازة الصيف بتاعتهم. فسألوا بتقول أماني hello أماني at last we have finished our exam. يعني أخيرا خلصنا الامتحانات. فأماني بتقول لها wow that's very exciting. دي حاجة مثيرة قوي. فبتسألها سؤال بتكمل السؤال بتقول during the summer holiday. قالت لها I'm going to London with my dad. He works there. يعني أنا هروح لندن مع بابا هو شغال هناك. طبعا هنا يبقى أنا ممكن أسأل سؤالين اتنين، يا إما أقول لها أنت هتعملي إيه أثناء أجازة الصيف، يا إما أقول لها هتروحي فين أثناء أجازة الصيف. يعني أنا ممكن أقول لها What are you doing? What are you doing during the summer holiday? Or where are you going? Where are you going؟ يعني انت رايحه فين. يبقى لو قلت what are you doing during the summer holiday صح، لو قلت where are you going during the summer holiday برضو صح. طب اماني بتقول لها I'm going to London with my dad who works there. فبتقول لها really how interesting. وبعدين سألتها سؤال قالت لها I'll visit Big Ben and London Bridge. يبقى انا طبعا ممكن اسأل اقول which places. Which places يعني ما الأماكن. تاني which places يعني ما الأماكن. الفعل المساعد بتاعي هو will، فإذا هقول which places will، والفعل بتاعي I هتبقى you، فأقول which places will you visit there هناك. طيب قالت لها I'll visit Big Ben and London Bridge. فبتقول لها do you have any friends there. بتقول لها أنت عندك أصدقاء هناك. طبعا الإجابة بتاعتي ب yes or no بتعتمد على اللي وراها. بتقول لها they take me to visit many places. يبقى أكيد هتقول لها yes of course، يعني نعم بالإيه بالطبع، ده هم هياخدوني عشان أزور، هم بياخدوني عشان أزور أماكن كتيرة. فبتقول لها يوش يو، بتتمنى لها طبعا أجازة سعيدة. قالت لها many thanks سلوى. يبقى إذا هنا هتتمنى لها أجازة سعيدة أو تتمنى لها وقت سعيد. فبتقول لها I wish you happy time يعني وقت سعيد، or a good holiday. A good holiday يعني أجازة سعيدة. طيب تعال نشوف السؤال التاني. بيقول لي you want your brother to go with you to the doctor this Sunday. انت عايز اخوك طبعا يروح معاك للدكتور يوم الحد. فهقول له طبعا هطلب منه طلب، يبقى can you go with me يعني ممكن تروح معايا to the doctor this Sunday، ممكن تروح معايا للدكتور يوم الحد ده. طيب تعال نشوف number 2. بيقول a friend asks your opinion about the film you saw yesterday. بيسأل عن رأيك، يعني بيطلب رأيك في الفيلم اللي انت شفته امبارح. طبعا هنا ما حددليش الفيلم هل هو مخيف هل هو شيق، يبقى اذا اي اجابه انت هتقولها هتكون صح. يبقى اذا هقول I think طبعا اعتقد، او in my opinion it was interesting يعني شيق. طبعا لو قال scary film هقول it was scary، او I was scared، او it made me feel scared، اي حاجة من هذا القبيل. اللي بعدها بقولي your mother asks you if you closed the doors well before leaving express certainty. بيقول ان مامتك بتسألك لو كنت انت قفلت الابواب كويس قبل المغادرة، وهنا بيقول لك عبر عن التأكد. فطبعا هقول لها I'm sure. I'm sure يعني أنا متأكد. I closed them well يعني أنا متأكد إن أنا قفلتهم بشكل جيد. تعال نشوف يلا القطعة بتاعتنا. بيقول لي in England في إنجلترا there are many famous buildings and places to visit. بيقول لي في أماكن مشهورة تقدر تزورها. بيقول لي one of them is the post office tower in London which was opened افتتح in 1965. The tower is 190 meters high يعني ارتفاعه 190 متر. It's one of the highest buildings in London، واحد من أعلى المباني في لندن. The tower is used by the post office for telecommunication، طبعا بيستخدم من أجل أغراض الاتصال، telephone, radio and television. There are many aerials
near the top where visitors can go to watch the amazing views of London. طبعا بيبقى متركب هوائي وهناك في الأعلى ممكن الزوار يشوفوا مناظر جميلة للندن. بيقول there is also a revolving restaurant يعني في مطعم دوار يعني بيلف. near the top the post office tower is open daily 9:30 a.m. to 10 p.m. The cost of admission طبعا سعر الدخول is 2 pounds يعني 2 جنيه. بعد كده بيقول Longleat House is another famous place 140 kilometers west of London. طبعا على بعد 140 كيلومتر غرب لندن. It's the home of Lord Bath. It's about 400 years old. People can walk through the house and look at the magnificent rooms with beautiful paintings and antique furniture. وطبعا كلمة antique يعني قديم أو عتيق. إن ذم طبعا لما أشوف ذم دي عايدة على مين؟ حلاقيها أكيد عايدة على الرومز يعني الغرف. There is also safari park with wild animals wandering freely يعني فيها حيوانات بتتجول بحرية. تعال نشوف الفيرست كويستشن الأول سؤال بيقول لي What's the post office tower used for؟ طبعا شكل ما شفنا كده إن هو used for telecommunication يعني بيستخدم من أجل أغراض الاتصال. The next بيقولي How much will you pay if you want to visit the tower؟ لو عايز تزور البرج هتدفع كام؟ طبعا شكل ما هو قال لي 2 pounds. 2 pounds يعني 2 جنيه. السؤال اللي بعده بيقولي If you go to London which place will you visit؟ The post office tower or the Longleat house and why؟ طبعا لو انت رايح لندن تحب تزور أي مكان من الاثنين دول؟ طبعا الإجابة دي بترجع لك انت خلاص، بس أهم حاجة تدينا السبب. طبعا أنا ممكن أقول the post office tower to see many views of London from the top. طبعا عشان اشوف مناظر كتيرة للندن من الاعلى. تعال نشوف الاختياري. بولي the word magnificent in the second paragraph means طبعا magnificent دي معناها مدهش بمعنى amazing. the next بولي the underlined pronoun them شكل ما شوفنا them in the second paragraph refers to طبعا هي عايدة على الرومز يعني على الغرف. تعال نشوف يلا سؤال القصة. number one بولي farmer gray طبعا عارفين ان farmer gray was black beauty's first owner. ده كان اول مالك لي black beauty. طيب تعال نشوف Mrs. Gordon. عارفين Mrs. Gordon is the person who gave Black Beauty his name يعني هي اللي ادت Black Beauty اسمه. طيب تعال نشوف دكتور رايت. شكل ما احنا عارفين دكتور رايت took care of Mrs. Gordon، هو اللي اعتنى ب Mrs. Gordon او هو اللي عالج Mrs. Gordon. طيب تعال نشوف Early Smith. عارفين ان Early Smith ده كان the person يعني هو الشخص who bought Black Beauty from Mr. Gordon. طيب تعال نشوف critical thinking. السؤال الأولاني بيقول why do you think some drivers hit the horses with the whip؟ طبعا بيقول ليه بعض السائقين بيضربوا الحصان بكرباج. طبعا هنا أنا ممكن أقول because لأن they don't understand them يعني هم مش فاهمينهم. Or they want them يعني هم عايزينهم to go faster ان هم يمشوا بشكل اسرع. طب تعال نشوف number 2 بيقولوا why do you think Black Beauty was pleased to be home after the journey of the bridge؟ طبعا ليه كان سعيد انه يرجع البيت بعد الرحله بتاعت الكوبري دي؟ طبعا شكل ما شفنا ان the journey يعني الرحله was tiring يعني كانت مرهقة and long وطويلة and he wanted طبعا هو كان عايز some rest بعض الايه الراحة and good food وكمان كان عايز الطعام الجاي. يبقى تاني لما يقول لي ليه ما
بتعتقد ان بلاك بيوتي كان سعيد ان هو يرجع بعد الرحله بتاعت الكوبري، هقول ان الرحله دي ذا جيرني كونكت طبعا بيكوز في الاول عادي خالص اهوت، because the journey was tiring and long طبعا كانت مرهقة وطويلة، and he wanted some rest كان عايز بعض الراحة and good food والطعام الجيد. Number one بيقول لي مستر محمد has a BMW car and a villa he a peerage. طبعا هنا بيقول لي ان مستر محمد عنده عربية BMW وعنده كمان فيلا، يبقى اكيد هو غني، فبالتالي لازم اقول he must be rich he must be rich. طب تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي the Nobel Prizes are A for scientists and writers. طبعا عارفين ان Nobel Prize دي بتبقى awards، awards معنى جوائز. The next بيقول لي people who watch a match in the stadium are called، طبعا الناس اللي بتشاهد المباراة في الاستاد بنسميها spectators، spectators يعني المتفرجين. The next بيقول لي students need a lot of A to write a report about the experiment، طبعا محتاجين ايه عشان يقدروا يكتبوا تقرير عن التجربة؟ اكيد محتاجين a lot of data، وان data اللي هي البيانات. A means to be able to stand or move without falling، انك تقدر تقف او تتحرك بدون ما تقع، ده بسميه balance، balance اللي هو التوازن. تعال نشوف اللي بعدها number 6 بيقول لي in spring في الربيع وايه الشم النسيم، اكيد we celebrate، وكلمة celebrate بمعنى يحتفل. تعال نشوف يلا سؤال الرايت number 1 بيقول لي do you have a problem، يعني هل انت عندك مشكلة؟ طبعا بيقول لي استعمل mutter، اكيد هي هيها what's the matter، what's the matter يعني ما الامر. تاني what's the matter هي هيها do you have a problem، تاني do you have a problem. طب تعال نشوف نمبر 2 بيقول I visited my aunt last Friday she lives in طنطا، بيقول استعمل هو، طبعا هو دي عايدة على my aunt، my aunt جاية في الآخر، فبالتالي هبدأ الجملة الأولانية عادي خالص، يعني هقول I visited my aunt وبعدين أقول who، طب وفين last Friday؟ هجيبها في الآخر، يبقى who lives طبعا لأن هشيل شي in طنطا وبعد كده اقول last Friday، يعني انا زرت عمتي اللي عايشه في طنطا الجمعه الماضيه. طب تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي January has more days than February، طبعا بيقول لي شهر يناير فيه ايام اكتر من شهر فبراير، هو بيبدا بفبراير فبالتالي هقول ان فبراير فيه ايام اقل من يناير، فبالتالي هقول February has، طبعا هنا هجيب عكس more، طب يا ترى more هنا عكسها fewer ولا less؟ هبص على الاسم هلاقيه معدود، فبالتالي لازم اجيب fewer، so February has fewer days than January. طبعا هنا موضوع paragraph عن your favorite book or story، وانا قلت حبايبي انا بشوف الكلام واقدر اجيب الفكرة العامة الاول اللي انا هكتب عنها، وطبعا طالما book or story يبقى انا هكتب عن reading، يبقى اذا لما اجي اكتب لازم ابدأ ب I like reading يعني انا بحب القراءة. It is my favorite hobby يعني هي هوايتي المفضلة. طبعا ممكن اقول I read books in my free time يعني انا بقرأ الكتب في وقت فراغي. I read يعني انا اقرأ many kinds of books بقرأ كتب كتير، but my favorite one is، وابدأ ادي مثال، مثلا ان انا اقول historical books خلاص، او ان انا اقول اسم كتاب، او ان انا اقول اسم قصة، وبعد كده ابدأ اسرد احداث القصة دي، يبقى انا كده كتبت الباراجراف بشكل مميز، بمعنى ان انا بدأت بالموضوع العام وبعد كده دخلت على الموضوع الخاص اللي هو my favorite book or my favorite story. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes.
يلا فعل الجرس بسرعة، وكمان اشترك في القناة عشان يوصلك بقية الامتحانات إن شاء الله. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.